اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم البداية صح. النهاردة هنتكلم عن موضوع خشونة مفصل الركبة. طبعا ده موضوع بيمس كل بيت ومنتشر جدا. قبل ما نتكلم عن الخشونة، الاول نحب نعرفكم يعني ايه مفصل الركبة. طبعا مفصل الركبة ده من المفاصل اللي هي بتبقى اكبر المفاصل اللي عليها تحميل كبير، وبتساعدنا على المشي وصعود السلم والنزول والوقوف، فبالتالي اي اصابه فيه فبتبقى مهمه لينا لان بتاثر على الاعاقه بتاعتنا في الحركه، ودي مشكله كبيره. زي ما احنا شايفين دلوقتي، احنا كناحيه تشريحيه هنفهم يعني ايه مفصل الركبه باختصار. مفصل الركبه ده عباره عن مفصل زيه زي اي مفصله في الدنيا، ماسكه بين عظمتين، عظمه الفخذ وعظمه الساق. طبعا كل الحاجات المحيطه دي عباره عن اربطه، رباط خارجي، رباط صليبي امامي، وفي رباط برضو داخلي، وفي رباط الصليبي الخلفي والصابونه. طبعا احنا اللي يهمنا الغضاريف اللي هي بتبطن المفصل، سطح المفصل دي، فدي تهمنا ليه؟ لان الغضاريف دي اللي بتخلينا نتكلم ان احنا لو حصل فيها تآكل دي بنسميها لفظ خشونه. احنا طبعا هننتقل لنقطه تانية اللي هي يعني ايه خشونه في الركبه. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصورة الموضحة قدامنا دي، الخشونة عبارة عن تآكل في الغضاريف التي تغطي سطح المفصل. طبعا المفروض يكون في مسافة بين العظمتين دول، طبعا هي متاكلة تماما، الغضاريف اتاكلت، حصل ضعف في تماسك هذه الغضاريف. وطبعا التآكل ده بيخلي ان في خلو تام من اكن العظمايه شكلها سطحي او فلات، وفي زيادات عظمية من الجانبين. دي طبعا بتسبب مزيد من الألم وإعاقة، بتخلينا نحس إن إحنا عندنا التهابات في الركبة ونقول عليها لفظ خشونة. طبعا ده بينقلنا نقطة تانية اللي هي إيه أسباب خشونة الركبة. طبعا أسباب خشونة الركبة عندنا أسباب أولية. الأسباب الأولية دي طبعا بنسميها مع تقدم السن. طبعا ما نخافش إن مش كل حد سنه كبير عرضة ان هو يحصل له خشونة. احنا بس بنقول ان السن الكبير بيبقى اكثر عرضة نتيجة ان هو كثافة العظم بتقل مع الوقت، فبيبقى اكثر عرضة لمرض الخشونة. ده بينقلنا لنقطة تانية وهي اسباب ثانوية. اسباب الثانوية زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة في كذا حاجة. اولها طبعا واهمها، اول حاجة الوزن الزايد. طبعا الوزن الزايد ده لما بيزيد الحمل على مفصل الركبه ده بيعرضنا لالتهابات. انا اشرحها باختصار كده. احنا عندنا كتله الجسم، تقريبا الجسم متكون كالتالي: النص اللي فوق مفصل الركبه من فوق بيمثل 70% من كتله الجسم، الجزء الثاني تحت السفلي بيبقى متقسم 15% يمين 15% شمال. ما بالنا لو الوزن زاد عن الطبيعي، هنتكلم على 70% على يعتبر زي عصايتين، 70% وزن اصلا زايد، فاحنا ما بالك كناحية تقديرية لو زاد عن الطبيعي، فده طبعا بيبقى عرضة أكثر للالتهابات. بنتنقل طبعا في نقطة تانية من الأسباب الثانوية وهي الأمراض الروماتيزمية اللي احنا بنسميها الروماتويد أرثرايتس، ودي بتبقى برضو أحد أسباب إن يحصل التهابات في مفصل الركبة. في عندنا كمان تشوهات اللي بتبقى موجودة في المفصل نفسه زي تقوس الساقين، وكمان في حاجة تانية بتبقى برضه بتسبب الخشونة وهي الإصابات المتكررة زي الكسور وحدوث قطع بالأربطة، ودي ما أكثر حدوثها للشباب. فطبعا احنا بنقول إن القصة مرتبطة بالسن الكبير والسن الصغير، فدايما لازم نخلي بالنا إن القصة مش متوقفة على عامل السن فقط ولكن على عوامل كتير. ده طبعا بينقلنا إن احنا نفهم بعد كده نكتشف إزاي إن احنا عندنا خشونة، يبقى الأعراض اللي تخلينا نقول ان انا عندي خشونه ولا لا. ازاي اعرف ان انا عندي خشونه؟ طبعا اول حاجه بيشتكي بيها العيان ان بيبقى فيه الم، الم شديد قوي، وبيحس ان هو طالع السلم فيه صعوبه في طلوع السلم. طبعا دي بتبقى احد الدلائل ان احنا عندنا حاجه بنشتكي بيها. طبعا في اسباب تانية برضو، بيبقى فيه ورم في الركبه نفسها، وده برضو حاجه تدينا طابع ان احنا ممكن نشوف اذا كان عندنا التهابات او خشونه او لا من عدمه. طبعا في اسباب تانية ان احنا بيبقى فيه حدوث او صوت طقطقة او احتكاك بسيط كده اثناء المشي او طلوع السلم، فالصوت ده برضو بيدينا طابع ان احنا نشوف اذا كان عندنا خشونة ولا لا. برضو في كمان ان احنا احد الناس بيشتكي تلاقي العيان يقول لك وانا صاحي من النوم
بحس بتقل رهيب وانا قايم، بيبقى مفصل متيبس قوي مش قادر اقوم، بياخد يجي ساعة عشان يقوم من النوم، فطبعا دي بتخليه يشك في نفسه يشوف اذا كان عنده ولا لا. فكل دي دلائل واعراض احنا من خلالها بنشوف اذا كان عندنا خشونة او لا. طبعا عشان نكتشف ان احنا عندنا خشونة ولا لا طبعا لازم نشوف مبدأ التشخيص، طبعا نتجه بعد كده للطبيب ونشوف اذا كان عندنا خشونة ولا لا. طبعا متوجه لدكتور مختص في ذلك وهو دكتور عظام. زي ما احنا شايفين عادة بنكتشف الخشونة بسهولة جدا عن طريق أشعة عادية اللي هي الإكس راي، أشعة سينية. زي ما احنا شايفين كده احنا جايبين مفصل متكون ناحية يمين وناحية شمال، دي فيو يمين وشمال مفصل حد عنده إصابة في ركبة بخشونة. زي ما احنا شايفين كده المفروض يكون في مسافة كافية بين العظمتين، ولكن احنا زي ما احنا شايفين المسافة ابتدت تقل. زي ما احنا شايفين كده اهو المسافة هنا قلت خالص، العظمتين محتكين ببعض. فده طبعا الاحتكاك ده بيعمل بالتالي احنا عظمتين ماسكين في بعض كده في غضروف، المفروض ان هو عامل زي السائل الهلالي، زيت، مادة زيتية المفروض ان هي بتزيت بالبلدي كده الحركة نفسها او بتعمل ليونة فيها. السائل ده نشف مع الوقت فطبعا بيعمل احتكاك، فبالتالي بيعمل صوت زي طرقعة، العين بيحس ان في صوت وهو ماشي، فطبعا دي بتدينا انطباع ان احنا عندنا خشونة وبنكتشفها عن طريق الأشعة العادية الاكس راي. وطبعا في حالات لو ما بنتش لا قدر الله عشان نقطع الشك باليقين اذا كان في خشونه او في مشاكل في رباط الصليب الامامي او الخلفي بنشوف بنعمل اشعاعات تانية وهي رنين مغناطيسي. تمام، ده بين ان بعد كده عشان نتكلم عن برنامجنا النهارده اسمه البدايه صح، فطبعا في ارشادات لمشاهدينا عشان يهتموا ان احنا ما نقعش او نخوض قصه الخشونه عشان ما نشتكيش منها. فطبعا البدايه بتبقى من عندنا الاول ان احنا بنخلي بالنا ان احنا طبعا نتجنب الوقفه لفترات طويله، ودي طبعا بتقودنا ان احنا نتجنب الخشونه تماما. طبعا الناس كتير قوي بتقعد في اوضاع غلط، يعني بتقعد على حاجات واطيه كتير، بتتني رجليها اكتر من 90 درجه. يعني هتقول لي ايه 90 درجه بتفرق في ايه؟ هقول لك طبعا تعيش حياتك بطبيعيه، ولكن احنا ما نقعدش مثلا نقول وضع الكرفساء، وضع مقرفص، او وضع ان انا مربع رجليا، لان هي العظمتين ماسكين كالتالي. احنا قلنا الحركه بتبقى ماشيه سواء فرد او تاني بالمنظر ده، احنا لو زودنا عن 90 فاحنا عمالين نقرص على العظمتين اكني بقطمهم، ماسك حاجتين كده عصايتين وبقطمهم، فطبعا ده بيسبب الخشونه. ده باختصار شديد طبعا. وكمان نتجنب استخدام الدراجات الثابته او المتحركه بكثره. طبعا بننصح الناس ان هم يرتدوا احذيه رياضيه او احذيه تكون خفيفه مناسبه للمشي، طبعا عشان خاطر احنا قلنا الوزن الزايد ده من اهم العوامل اللي احنا قلنا بتسبب الخشونه. فطبعا نتجنب في اكلنا استخدام النشويات، المواد الدهنيه، واكل اللي بيكون مليء بالنشويات والدهنيات الكتير طبعا عشان نهتم بقصه الوزن، لان هي من اهم الاسباب اللي هي بتؤدي للخشونه. فطبعا نتجنبها عن طريق ان احنا نخلي بالنا في النظام الغذائي بتاعنا والعادات السليمه اللي بتناسبنا عشان خاطر نتجنب قصه زي كده. طبعا بننصح احيانا قبل ما نبتدي قصه العلاج ان احنا ممكن نخف الضغط كمان على رجلينا باستخدام عصايه تخف الضغط على مفصل الركبه. طبعا اتكلمنا عشان تبقى البدايه صح وتكون القصه كلها مرتبطه ان احنا نخلي بالنا. فطبعا لو بعد الشهر حصل مرض خشونه يبقى احنا لازم نخلي بالنا ان احنا نشوف طرق العلاج المناسبه. طبعا احنا قلنا طرق العلاج ان احنا نخلي بالنا من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، الارشادات اللي احنا قلناها من شويه. تاني حاجه دلوقتي ان دلوقتي بقى في اساليب متطوره في العلاج بياخدها اطباء او اطباء جراحه العظام، عكس زمان المسكنات كتيره والحاجات اللي هي بتهري معدتنا وبتسبب مشاكل في الكلى. فطبعا دلوقتي بقى في حاجات بتتحقن هي بتساعد شويه طبعا مع الارشادات اللي احنا قلناها، تخفيض الوزن والاهتمام بقصه ان احنا ما نقفش كتير. في حقن دلوقتي المواد الزيتيه معينه في مفصل الركبه، احنا بنروح للطبيب والطبيب المختص بيرشدنا عن طريق الحقن دي، بيحقنها في المفصل مباشر لمده 3 اسابيع، حقنه كل اسبوع. دي بتحقن مكان الجزء اللي هو المفقود او اللي هو الماده الزيتيه داخل الغضروف اللي هو الهلالي المبطن سطح المفصل، فالماده دي بيحقنها، فهي بتساعد ان يعمل اكنا بنعمل تسديد للمفصل او بنعيد الليونه مره اخرى، ولكن مش بنفس الكفاءه الطبيعيه. طبعا من ضمن اساليب العلاج المكمله والمهمه وهو العلاج الطبيعي.
طبعا دور العلاج الطبيعي اللي احنا بنستخدمه في وسائل كتير بنستخدمها في العلاج الطبيعي. اول حاجه ان احنا بنستخدمها كمصدر، طبعا دي في العيادات عندنا بنستخدمها وفي اي مكان مناسب العيان بيتجه ليه. احنا بنتكلم عن بنبتدي بمصدر حراري مناسب، احنا بنحطه زي الاشعه تحت الحمراء، المخدات او الكمادات الساخنه. طبعا في حاجه اسمها الالتراسونيك او الموجات فوق الصوتيه، وفي حاجه طبعا موجوده اسمها أشعة الليزر، وده بنسميه بين كيلر، يعني ده من أشد الحاجات المناسبة لعلاج أو تخفيف الألم. طبعا في دور العلاج الطبيعي بيقوم أخصائي العلاج الطبيعي أو استشاري العلاج الطبيعي بعمل تمارين رياضية مناسبة لتقوية عضلة الفخذ، لأن عضلة الفخذ دي من أهم العضلات اللي احنا بنهتم بيها، لأن هي اللي عليها العامل الأساسي والحمل، إن هي بتحافظ على ليونة المفصل. لو أنا قويت العضلة دي، العضلة القدامية الرباعية اللي قدام دي، لو قويناها بتمارين معينة عن طريق طبيب العلاج الطبيعي، فطبعا نتجنب قصة الخشونة. ودي طبعا بتخلينا نقول إن طبعا دور العلاج الطبيعي في الحالات دي بيبقى دور أساسي بجانب الدور الدوائي، حتى يقينا من لا قدر الله للوصول للحل الجراحي. وهو الحل الجراحي هو طبعا ده بيبقى لو في حالة عدم استجابة للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي نلجأ للحل الجراحي. الحل الجراحي طبعا بيبقى نهاية المطاف لو احنا فشلنا في كل الوسائل السابقة طبعا، بس لو اهتمينا بالارشادات اللي قلنا عليها زي ما نقول في برنامجنا بداية صح، مش هنوصل لقصة تغيير مفصل او تغيير نص مفصل حسب ما بيحدد الجراح. فطبعا عشان نكون في امان نخلي بالنا ان الوسائل اللي احنا قلناها، نتجنب الوقفة كتير، نتجنب طلوع السلم ونزوله، نخلي بالنا من قصة الوزن. احنا بنعيد على الكلام ده لان ده اهم حاجة، لان ده اهم حاجة في برنامجنا النهاردة، اهم من اي حاجة عشان نخش في تفاصيل تدخلنا في متاهات ونحس ان احنا بنعاني. طبعا احنا قلنا ان احنا نبتدي نلتزم بالعادات الغذائية السليمة، فكل ده بيقينا من الوصول للفظ كلمة خشونة في مفصل الركبة. في نهاية برنامجنا البداية صح، بشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم، وأرجو أن تكون الحلقة خفيفة عليكم، وشكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.